ورمضان يقربنا، ويا رب ان شاء الله يا خاطر تنجح طبعا وتكسر الدنيا ان شاء الله. كل مسلسلاتنا عايزه اقول لكم عامله تريندنج على السوشيال ميديا، عاملين يعني كمان على اليوتيوب مشاهدات كبيره جدا. بتمنى لهم كلهم التوفيق. انا عارفه ان في منافسه، لكن منافسه شريفه ما دام هي الجمهور ده جمهور شبكه تلفزيون الحياه. وكمان معانا او في ربع رومي في نجمه كبيره كلنا بنحبها، بنصدقها في كل حاجه، في الكوميديا بنضحك معاها، في التراجيدي بنعيط معاها، هي النجمه الكبيره والمتميزه جدا هاله فاخر. تعالوا نشوف لقائنا الخاص والحصري مع النجمه الكبيره هاله فاخر، واللي هنعرف عنها تفاصيل عن ربع رومي واسرار هترد عليها واجابات كتيره جدا عن كلبش اتنين. من داخل كواليس ربع رومي طبعا معانا النجمه الجميله لزي القمر اللي كنا بنحبها مدام هاله فاخر، منوره شبكه تلفزيون الحياه. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي. الالوان تجنن، الازرق مع ال لا ده لبسي العادي مش بتاع الشخصيه. ده اقل حاجه عندنا احنا. لا بصي الشخصيه يعني فيها بهدله في اللبس. انا شفت كده كان في بيروك كده وراس، قلت لهم شيلوا سميحه من هنا دلوقتي. طلع سميحه؟ لا الهد اللي بتحط عليها الباروكه دي سميحه. اوكي، والشخصيه اسمها ايه؟ هياتم. هياتم، هياتم طبعا عامله ايه بقى في ربع رومي؟ بصي هو المسلسل انا حباه جدا لانه العيله، انا ولادي مصطفى خاطر ومحمد سلام. ما فيش اشقى من كده. ما فيش اشقى من كده، لا والوالد كمان بيومي فؤاد. ده العيله كده، فالعيله لطيفه شبه بعض. وبيحصل بقى المفارقات بقى اللي احنا مش عايزين نقولها قوي، او في بعض الناس عرفوها طبعا، ان في الحلقات الاب بيتقلب فار وبعدين اسد وخروف وحاجات كده، بنشوف بقى في الحلقات كلها ايه اللي بيحصل. أربع نجوم كوميديا، يعني أنا عارفة إن حضرتك وأستاذ بيومي كنتوا بترتجلوا كمان على المسرح مع بعض. ومعاكوا كمان اتنين تانيين مش سهلين خالص، يعني خاطر وسلام الاتنين كمان كوميديانات كبار قوي. طمين إيه بقى في السكريبت؟ ومعتز كمان، أنا ناسي كمان معتز التوني. معانا ليه؟ لا أنا عايزة أقول لك إنه في قائد للمسلسل اللي هو الأستاذ معتز التوني. يعني كلنا الأربعة لو حطيتينا على مسرح هنرتجل وهنقول. في الفيديو مختلف طبعا، بالكلمه وبالحرف وبالاتفاق، لو حد عنده في عايز يقوله نقوله، واحنا بنقرا مع بعض الاول قبل ما نبتدي نصور. لكن وان صورنا مفيش بقى ارتجالات ولا حاجات مفاجاه ولا اي حاجه. قريت لحضرتك بتقولي هياتم شكلها وشكلها اللوك بتاعها مختلف خالص عن كل الاعمال اللي كانت قبل كده، وكمان الدور مختلف. الدور مختلف طبعا. يعني انا يمكن عملت دور امهات كتير بس بالنوعيه دي لا. اللي شد حضرتك وانت بتقري كده السيناريو وقلتي انا هعمل المسلسل ده؟ اولا انت عارفاني ما بعرفش لا نافق ولا انا ترماي كده. ترماي يا ماما. شغال طبعا معتز التوني، انا اشتغلت معاه في التمثيل، وبلس ان انا لما بتفرج على اعماله فعلا حاسه الكوميديا عنده عاليه جدا جدا، وممكن تبقي داخله تعملي شوت مثلا او مشهد ما فيهوش اي افيه ولا اي حاجه، يقوم يقول لك على حركه بسيطه، على افيه بسيط تعمليه تبقي يعني عملتي حاجه كويسه جدا. بلس ان المسلسل مكتوب حلو وفيه فانتازيا، يعني مش بس احنا مش بنعمل مسلسل كوميدي صرف، لا احنا بنعمل فانتازيا مع الناس، هتشوف حاجات جرافيكس وحاجات يعني مسلسل مختلف شويه. منافسه قويه في رمضان، وحياتك طبعا برضو عندك عمل تاني مختلف كلبش اتنين، والحمد لله ربع رومي هنشوفهم على الحياه، عشان دايما مدام هاله ليها جمهور كبير طبعا من محيط للخليج، وكلهم بيحبوا يشوفوكي دايما على الحياه. والله صدقيني يا شيري انا بحب قناه الحياه دي جدا، لان انا بقول على قناه الحياه دي انها براند، يعني ماركه. ماركه مهما روحتي على قنوات تانية واتفرجتي على قنوات تانية، صحيح حصلت لها عصره كده في النص، لكن هي قناه الحياه. قناه الحياه دي عامله زي مصر ما بتقعش. الله على الكلمه وجمالها. الله والله بجد بكلمك، انا فخوره جدا بكلمه حضرتك. وحياه ربنا بكلمك من قلبي بجد. ربنا ما يكتب عليك نار الطار يا سليم، النار دي مش هتحرق حد غيرك. وذل وجهره انتظار سوى ليك او عليك، ويبعد عنك نار الراصد وخوف المرصود. كلبش هو طبعا الشخصيه هي امتداد شخصيه السنه اللي فاتت، بس مع اختلاف كامل في المسلسل كله. يعني الناس من اول حلقه
هتتفاجئ انهم طب ايه بقى اللي هيحصل؟ نزرعها فين بقى؟ انا سمعت ان الدور مش مكمل؟ لا مكمل صح؟ طيب ادينا اهو اتاكدنا ان المعلومه دي عشان في كلام كان مكتوب ان هي مش عارفه بيحصل لها حاجه بتتقتل او بيحصل لها حاجه. لا 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 ما بتتقتلش ولا اي حاجه، هي اللي بيحصل لها نوع من الشلل، ما بتقدرش تتحرك فبتبقى قاعده على كرسي. انا عارفه ان احنا هنشوف كلبش اتنين مفاجآت كمان عن كلبش واحد صح؟ طبعا كتير 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 والله جدا. يعني انا وانا بقراها كده لحد ما وصلت الحلقه الثامنه وانا وهتحصل حاجات لسليم الانصاري حبيب قلبي الاستاذ امير كراره. وبعدين عايزه اقول لك انه المخرج استاذ بيتر ميمي، الدكتور بيتر ميمي، عامل شويه اكشن فعلا بجد جامد. لما اتفرج على التيزر انا حاسه اتفرج على فيلم، ومش فيلم اي كلام كمان، ده فيلم. لا وبعدين الكلف. وبعدين هو وراه شركه دلوقتي سينرجي طبعا. انت عارفه ايه، احلم ونحقق لك اللي انت عايزه، فده اللي حصل. ان المطاردات والاكشن فعلا محتاجه طبعا محتاجه فلوس كتير. يعني في طياره هليكوبتر بتتحرق، وفي مش عارفه ايه وفي ايه، فلو ده كله شركه الانتاج مش موفره للمخرج ما هو مش هيقدر يعمل حاجه. صح. بس هيتم بقى اللي فوق رومي حتى اسمها كده حركات، يعني اسمها أيوة. او ما تسمعي هيتم دفاعي على طول. ايوه بصي يا شيري، احنا مسمين كل شخصيات المسلسل، يعني استاذ بيومي يوسف الشريف. اوكي وخلي تحياتنا طبعا استاذ يوسف الشريف. طبعا لا ده من حته حب ليهم يعني. اكيد. ومخلف نور الشريف تبالك. و انا كنت سامع امير كراره دلوقتي وهم بيصوروا، سامع في حاجه انت امير؟ لا بس انت مش فاكر نفسك انت مش امير كراره. كان في مسميين كده برضه امير كراره. يعني مسميين اسماء كده كلها في دايما كنت متعوده انت بتصوري اعتقد، ورمضان طبعا بيدخل عليكم وبيبقوا بتصوروا 26 رمضان يا خبر. كلبش السنه اللي فاتت كان كلبش كمان كان في عندكم مشاهد في الصعيد وبعدين غيرتوها وقلتوا لا مش هتتصور في الصعيد من كتر ما كان الموضوع كان هيبقى صعب قوي. لو هنقول للناس مدام هالة بتقول ان احنا هنشوف مفاجأة في ربع رومي، ايه المفاجأة اللي انت حاسة ان دي اللي هتعمل زي كليك كده مع الناس في البيت؟ نفس فكرة المسلسل، ان الاب لما بيروح الأقصر بينزل المعبد بيحصل له لعنة الفرح، لعنة فبتقلب فار وبعديها اسد وبعديها خروف وبعدين زحلفة وبعدين بطة. فتخيلي مينكو طيب؟ لا هو ما بيتوهش الحمد لله. لا لا ما بيتوهش. ليه في مسلسل تاني حد بيتوه؟ لا انا عايزه اطمن ما دام بيتحول لفار ومحزوم كده. لا بيعيش معانا في البيت عادي، بيعيش معانا يعني بيعيش ويتعايش معانا. بالظبط بالظبط. بس هو التركايه تقريبا في اوائل الحلقات مش عايزه احرقها، بس انه لما بيتقلب خروف بقى وبيبقى العيد الكبير داخل لاي بيت بيعمل ايه؟ طبعا لحمه وفته هيوحش. هي موجوده دي فعلا. وانت طيب انت وديتي فين؟ مصطفى خاطر ده اول بطوله ليه؟ حضرتك انا سمعت انت قلتي انا بشجعه، انا معاه، انا اول ما عرفت انه مصطفى كمان انا اتشجعت جدا. اصل مصطفى بصراحه ممثل جيد جدا، بلس ان هو دمه خفيف على هادي. يعني في ناس في الكوميديا يحبوا بقى ايه يقولوا الافيه فيروح متمطعينه ومقفورينه ومصرخينه. ملكة الافيهات والكوميديا فطبعا. لا والله صحيح. عندك حق فعلا. يعني احنا ممكن نكون قاعدين مع بعض دلوقتي نقول 13 افيه. فمصطفى ممثل انا بحب اتفرج عليه. ومحمد سلام واستاذ بيومي ومعتز التوني، كل البوكيه ده يعمل حاجه حلوه ان شاء الله باذنك. احنا واحنا اصلا بنتفرج في البيت على التيزرز عماله تنزل، يا ربي يعني الشله دي كلها كده طالعه في مسلسل واحد ده؟ لا وما طلعش كل الناس برضه كمان. انا عارفه في ضيوف شرف، في ادوار، في مفاجات كتيره صح بالظبط، وفي مفاجات كتير طبعا. طبعا احنا هنستمتع بيكوا بوجبه جميله، وجبه كوميديه في ربع رومي، وجبه اكشن نقدر نقول برضو فيها شويه سسبنس ودراما في كلبش. لا مش انا عملت اكشن في كلبش؟ لا والله العظيم. لا 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 في مفاجات كتير قوي. عملتي ايه بقى؟ لا 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 لا. طب ايه، ضرب ولا ايه؟ لا مش ضرب، وقعت عليا حاجات. وعملتي ايه؟ عملته. طيب طب ايه اللي وقع عليكي ده؟ لا مفاجاه. رمضان يقرب لا والله ده طلعت قلت لبيتر قلت له شفت عشان تعرف ان انا بعمل اكشن. طب وقع
وحركات كده ولا ايه؟ هتشوفي بقى، هنشوف مفاجآت جامدة باذن الله. ان شاء الله تنورونا، وان شاء الله على فكره حياه وشها حلو على اي مسلسل بينزل فيها. وانا اطمنت جدا ان ربع رومي وكلبش نازلين على الحياه، زي ما قلت لك الحياه متشافه وخصوصا الاقاليم والمحافظات هم دول اللي بيتفرجوا على التلفزيون. صح. يعني انت عندك هنا في مصر لما بتعدي منك حلقه تنزليها على اليوتيوب وتشوفيها وكده، لا هناك لازم تبقى لايف يعني في ساعتها وكده. طبعا ان شاء الله بالنجاح يا رب. بس انت يا مدام هلا هتلخبطيهم شويه في رمضان السنه دي، هيقول لك هياتم ولا هيقولوا الشخصيه اللي مع كلبش اسمها ايه؟ اسمها نادية. ناديه بقى ولا هياتم، والاثنين مختلفين تاني خالص. ابو ده لطيف، ده الممثل يعني انا طبعا يعني انا بحياتك بتبقي عايزه كده. طبعا مشتاق للكوميدي جدا على فكره، يعني الكوميدي صعب قوي على فكره، بس في نفس الوقت ما اقدرش طبعا كلبش ده انا ام سليم الانصاري. طبعا والله لما بروح في باشا مصر وبيقولوا لي باشا مصر. حضرتك كنت ماشيه في الشارع باشا مصر؟ بيقولوا لي باشا مصر. طبعا الحمد لله ربنا يوفقه، لانه بصي اي حد قلبه حلو صح ومتصالح مع نفسه ومتصالح مع الناس اكيد ربنا بيوفق. وانتوا كمان يعني لما جيت لكم في كواليس كلبش واحد انتوا كنتوا عاملين مجهود كبير جدا جدا جدا، فربنا الحمد لله كرم ونجحتوا من المجهود. وعايزه اقول لكم هنا الكواليس كمان هاديه قوي، يعني هم بيطولوا، معتز يعني شديد شويه مع الممثلين بتوعه. شفتي؟ شفت لا مطولين. طيب بس الدنيا هاديه يعني انا مش شايفه المخرج التنشن اللي بيزعق، انا شايفه الدنيا هاديه. لا 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 اقصاها يسكت. لو سكت نعرف ان في مصيبه جايه فنحاول نصلح قبل. طب كويس انها قالت لي عشان ما اطلع لوكيشن بره واخده بالي. او ما يسكت. لا بس هو والله احنا ألذ لوكيشن حلو قوي يعني. اللوكيشن باين وروحه حلوه ونجوم كوميديا، واحنا عايزين نضحك وعايزين نتبسط معاكم. ايوه طبعا. وتنورونا دايما وتشرفونا على شبكه تلفزيون الحياه، وان شاء الله ربع رومي وكلبش التاني يكسروا الدنيا. بصي حضرتك النهارده نورتينا، وكل ساعتك دايما والله طيبه. والله متشرفه بيكي وحياه ربنا. ربنا يخلي حياتك. ميرسي. ذوقك رمضان يقربنا على شبكه تلفزيون الحياه ان شاء الله. انا رقم واحد في مصر يا رب دايما يا رب. وجود حضرتك وجود نجومنا الجمال وجمهورنا الجميل اللي ندى دول دايما ايه هو اللي بيقف في ظهرنا ان شاء الله. نورتينا. ميرسي يا حبيبي.